بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في الجزء الثامن من محاضرة الترانزيانت ريسبونس، وهذا الجزء الحقيقة مكمل للجزء السابع. بهذا الجزء وصلنا إلى الدامبينج ريشيو. الدامبينج ريشيو اللي هي زيتا وتساوي إن 2 أوميجا إن كوساين بيتا على 2 أوميجا إن. شنو هذا المقدار؟ هذا المقدار هو الأماونت أوف دامبينج على الكريتيكالي دامبينج من تكون البيتا يساوي لنا صفر، وبالتالي الزيتا راح هذا نختصره ويا هذا، والزيتا يساوي لنا كوساين بيتا. اذا الزيتا دائما راح تكون عندي كوساين بيتا. راح نجي الى ملاحظات مهمة. الملاحظة الاولى انه اذا كانت قيمة البيتا بين صفر وباي اوفر 2، معنى هذا الروت شوان صاير بالجهة اليسرى من الأسبلين، الجهة اليسرى أي بالربع الثاني بالأسبلين. بهذه الحالة من تكون قيمة البيتا ساوي لنا باي على 2، قيمة معناها الزيتا ساوي صفر، ومن قيمة البيتا ساوي لنا صفر معناها قيمة الزيتا ساوي واحد، إذن إذا كانت قيمة البيتا بين الصفر والباي اوفر 2، زيتا بين الواحد والصفر، وراح نشوف هذه البيتا اكبر من صفر، بينما الزيتا هنا راح يصير اقل من واحد في حالة انه السيستم يكون في الربع الثاني، الروتس يصير بالربع الثاني من الاسبلين. بهذه الحالة الروتس in the left half side of اسبلين yield a sinusoidal decreasing with time. اذا السينوسويدال اللي راح يتولد من الكومبلكس بول هو decreasing، يعني الامبليتود مالته مو القيمة، الامبليتود راح تقل ويا تايم، معناها السيستم راح يصير عندي stable، السيستم يصير stable. الملاحظة الثانية اذا البيتا بين الباي والباي اوفر 2، قيمة البيتا بين الباي والباي اوفر 2 يعني اكبر من الباي اوفر 2، معناها الروتس راح يصير بالربع الاول من الاسبلين، يعني بالجهة اليمنى بالاسبلين، وبهذه الحالة الزيتا راح تصير أقل من صفر وأكبر من ناقص واحد، بما أنه الروتس بالجهة اليمنى من الأسبلين، السيستم إيش راح يصير؟ بيصير معروف هو أنستيبل، معناها يلد أساينيسويدال إنكريزينج ويت تايم، لأن إكسبوننشال راح يصير موجب ويزيد ويت تايم، الإنفلوب راح يصير مالتي موج زيادة ويت تايم بالموجب، اوكي، وهذا السيستم يصير عندي انستيبل سيستم. ان تيرم اوف زيتا هذا هو السكند اوردر، صار الستاندرد فورم في بزيتا بدلاله الزيتا ودلاله الاوميجا ان، السكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. الروتس مالتي الاس 1 والاس 2 راح يصير ناقص زيتا اوميجا ان زائد ناقص جي اوميجا ان تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير. هذا المقدار هو كله يمثل لي الاي، ناقص زيتا اوميجا ان هو يمثل لي الاي، وهذا اوميجا ان تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير هذا راح يصير البي، يعني لان الروتس اي زائد ناقص جي بي، اي زائد ناقص زي بي، وين الاي؟ الاي هو هذا المقدار كله اللي هو هذا الاي، وين البي؟ البي هاي اللي هاي مقدار، هاي هي البي راح تكون هنا. اذا كان عندي الروتس هسه بالربع الثاني، يعني الزيتا بين الصفر والواحد، ومعناها البيتا بين الصفر والمئة وثمانين، شو وقت هنا الزيتا يساوي صفر، يعني السيستم هنا صار عندي كريتيكال ستيبل سيستم. اذا كانت الروتس هنا معناها السيستم يصير عندي كريتيكال ستيبل، بينما اذا الروتس هنا يصير كريتيكالي دامد. هنا ساين ويف يصير ساين ويف الامبليتود مالتها تكون ثابته، يعني ساين اشاره ساين فقط ساين. هنا راح ما يصير عندي ساين، راح يصير عندي صفر الساين، يعني اكسبوننشال فقط، في هذه اكسبوننشال فقط، وهذه نسميها كريتيكالي دامد، لان هنا كان عندي اوسيليشن. من وصلنا لهنا هنا ماكو اوسيليشن، ونقول عليها هاي كريتيكالي دامد.
اما اذا يعني هنا المالتيبل روت راح يصير، اما اذا عندي صار روت هنا وريل هذا السيستم راح يصير الزيتا مالته اكبر من واحد، الزيتا مالته اكبر من واحد. هسه لو ناخذ مثال على هذه الكوادراتيك فورم، هذه اس سكوير زائد 4s زائد 9، شلون نطلع الاوميجا ان وشلون نطلع الزيتا؟ الاوميجا ان هذه الاوميجا ان تربيع يساوي لنا 9، الاوميجا نقارن اوميجا ان تربيع يساوي لنا 9، اذا نقدر نطلع الاوميجا ان، اوميجا ان تطلع الاوميجا ان يساوي 3، الاوميجا ان تساوي 3، طبعا هي زائد ناقص 3 اذا ناخذ الموجب هو 3. نقدر نطلع الزيتا، نقارن هذا ويا هذا الأربعة، هذا المقدار كله ويا الأربعة، يعني معامل مال S ويا المعامل، بس لازم هنا عندي واحد، هنا لازم عندي واحد، مو عندي اثنين، إذا عندي اثنين ما أقدر أقارن، لازم أقسمها كلها على اثنين، هنا لازم عندي واحد، هنا واحد، واضح؟ زين، بهذه الحالة هذا الأربعة شو يساوي لنا؟ اثنين زيتا أوميجا إن، اثنين زيتا أوميجا إن يساوي أربعة. ومن هذا الزيتا تطلع 2 على 3. الاي اذا اريد اطلع دلالة الاي والبي، الاي هو ناقص زيتا اوميجا ان، الاي هو ناقص زيتا اوميجا ان ويساوي ناقص 2، والبي يساوي ان اوميجا ان تحت الجذر 1 ماينص زيتا سكوير، الاوميجا ان اعرفها صارت معروفة عندي 3، والزيتا هسه 2 على 3 راح يطلع البيتا، البي قصدي البي يساوي ان تحت الجذر 5، تحت الجذر 5. Hence, the time response due to complex conjugate rules can be written in terms of zeta and omega n as. هذا هو صار بدلالة، طبعا هنا طبعا المفروض هم خليه بدلالة الأوميجا n تحت الجذر 1 ماينص زيتا، لأن هذه هي قيمة ال b، هاي قيمة ال b. هذا راح نشوف قيمة ال a، هاي هي قيمة ال a، هاي قيمة ال a، وهذا هو ال b، هذا هو ال b. هذا ما يخص الcomplex بولز، وهذا يخص الريل بولز اللي هي الكومبلكس. اذا زيتا يساوي لنا صفر، اذا زيتا يساوي صفر راح يكون عندي هذا، يعني راح يصير عندي، شوف هنا الاكسبوننشال صار صفر، هذا صار صفر، الاي معناها صفر، من الزيتا يساوي صفر معناها قيمة الاي يساوي صفر، معناها بس عندي البي، بس عندي البي، والبي الاوميجا دي راح يساوي لنا الاوميجا ان، اذا زيتا صفر هذا الزيتا صفر، هذا راح المقدار يصير عندي اذا كانت الزيتا تساوي لنا صفر معناه هذا المقدار واحد، هذا المقدار واحد راح تبقى بس اوميجا ان. وبهذه الحاله اذا زيتا يساوي صفر هذا السيستم راح يصير عندي كريتيكال ستيبل، يعني يطلع الاوتبوت مجرد ساين ويف، الاوتبوت مالتي راح يطلع مجرد ساين ويف. اذا الزيتا اكبر من واحد، اذا الزيتا اكبر من واحد راح يطلع عندي تو ريل بولز، راح تطلع عندي تو ريل بولز اذا زيتا اكبر من واحد، يعني مو كومبلكس، مو كومبلكس بول، راح يطلع تو ريل بولز. هسه لو ناخذ فد اكزامبل، وهذا الاكزامبل بكوادراتيك فورم، طبعا هاي الكوادراتيك فورم، هذه الكوادراتيك فورم اما راح تكون كومبلكس او تكون ريل بولز او مالتيبل رولز، يعني تعتمد على قيمه الزيتا. اذا زيتا يساوي لنا بين الصفر بين الصفر والواحد راح يصير عندي كومبلكس بول، اذا الزيتا تساوي لنا صفر راح يصير عندي مالتيبل رول او ريبيتد بول، واذا الزيتا اكبر من واحد راح يصير 2 تو ريل بولز. هسه هذا الواي اوف اس بهذا الاكزامبل، هذه هي الواي اوف اس، هذه الواي اوف اس، واريد اطلع الواي اوف تي، طبعا هاي ترانسفير فانكشن مضروبه في الانبوت راح يطلع لي الواي اوف اس. شلون اطلع الواي اوف تي؟ شلون راح اطلع الواي اوف تي؟ اذا كان عندي ستيب فانكشن، الانبوت مالتي ستيب فانكشن كما في السؤال، فايند ذا جنرال ترانزينت ريسبونس اوف سكند اوردر سيستم تو يونت ستيب فانكشن. اذا هذا كان يون الانبوت يونت ستيب فانكشن، الار اوف اس يساوي لنا 1 على اس، وبالتالي من اعوض الار اوف اس يساوي لنا 1 على اوف اس، راح تكون عندي هاي ريزلتانت ايكويشن، الواي اوف اس راح يصير عندي هذه اوميجا ان، اوميجا ان تربيع على اس، اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. هذا قلنا بثلاث حالات، اما يكون الزيتا يساوي لنا صفر، او الزيتا يساوي بين الصفر والواحد، او الزيتا تكون اكبر من واحد. اذا الزيتا اكبر من واحد راح يطلع تو ريل بول، والحل مالته بسيط، واذا مالتيبل رول هم الحل مالته بسيط، اما اذا كومبلكس ف
فهسه راح خلال هذا المثال راح نتعرف على الكومبلكس، وإن شاء الله بالجزء القادم راح نشوفكم الحل.